بمشاركة نخبة من المتخصصين والمتحدثين العالميين والإقليميين والمحليين، استضافت مملكة البحرين مؤتمر تقنية المعلومات والاتصالات للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2010 الذي اختتم أعماله وفعاليتها اليوم الخميس. وحول هذا الموضوع نستضيف الأستاذ طلال غزالة، رئيس الائتلاف العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات والتنمية التابع للأمم المتحدة. أقول لك مساء الخير أستاذ طلال. شكرا لك. في البداية نريد أن تتحدث لنا، بما أن أنت فترة طويلة في البحرين، كيف رأيت نمو البحرين من جميع النواحي نقدر نقول؟ أنا لي شرف أن قانونيا مقيم في البحرين منذ 40 عام. نعم. وطبيعة عملي هي التنقل المستمر والسفر المستمر بين أقطار العالم، والآن زاد عليها منذ 10 سنوات مسؤوليات عديدة في الأمم المتحدة وفي المنظمات الدولية، ولكن لم تنقطع زياراتي، سميها زيارات لأنني متنقل. نعم. كما قلت، وإن كنت مقيم قانونا، رأيت عملية تطور مستدامة مدروسة. جميل. ومتأنية، وهنالك وجهات نظر ونظريات كثيرة في عملية التطور، إنما أنا شخصيا أميل إلى هذا التوجه المدروس. وعندما أسمع عن خطة الاقتصادية لعام 2030، نعم، نحن نرى بعد النظر والرغبة في أن نعمل ما هو مدروس وعلى مدى طويل وبشكل مستدام. جميل. دعنا نتكلم عن المؤتمر. المؤتمر تستضيفه مملكة البحرين. هل مملكة البحرين مؤهلة لاستضافة هذا المؤتمر، مؤتمر تقنية المعلومات والاتصالات؟ في كلمة الافتتاحية أعلنت خبر سينشر رسميا عن الأمم المتحدة كتقرير. نعم. يقيم الحكومات الإلكترونية في دول العالم، وقلت أنني كعربي أشعر بالفخر. نعم. بأن البحرين حازت على المرتبة 13 بين 184 دولة في العالم. نعم. كمعدل، وإن كانت في بعض الجوانب كانت في المرتبة 8 مثلا، إنما كمعدل 13 بين دول العالم كلها، وهذا شيء ليس سهل، لأننا نتكلم عن حوالي 30 دولة متقدمة. نعم. نحن سبقنا أغلبها في البحرين، أيضا جديدة في المملكة، وهذا يدل على أن هذا الأسلوب في التطور والبناء والتخطيط المدروس والمتأني والمستدام هو الطريق الأسلم للوصول. ففي حقيقة ليست فقط مؤهلة، بل هي متقدمة ومتفوقة في مجال الحكومة الإلكترونية. جميل. سمعنا بعض الأقاويل تقول عن نقل المكتب الرئيسي من عمان إلى البحرين، فما مدى صحة هذه الأقاويل؟ هو أولا بداية البحرين والأردن شقيقين. نعم. وكل الدنيا تعرف العلاقة الخاصة المميزة بين جلالة ملك البحرين وجلالة ملك الأردن، فعندما ينتقل المقر الرئيسي أو الإقليمي من عمان إلى البحرين يكون لم ينتقل، لأننا ما زلنا في بلدين شقيقين. إنما لأسباب تتعلق بإدارة والبنية التحتية المطلوبة لمؤسسة مثلنا. نحن أكبر مؤسسة في الدنيا في الملكية الفكرية في الدنيا، ونعمل في 72 فرع، ونحتاج إلى الكثير من الميزات التي تؤمنها البيئة البحرينية. وأنا أتكلم عن البيئة القضائية، نظام القضائي. نعم. البيئة القانونية، قوانين التجارة، قوانين المصارف، قوانين العمال، قوانين التحويلات النقدية. البيئة المصرفية، إمكانات وأجهزة. نعم. المصارف المتوفرة، وكل ما نسميه بيئة الاستثمار، ونحن خصوصا يعني خبراء في هذا الموضوع، لأنه نحن نصدر مع البنك الدولي تقرير عن تقييم دول العالم من حيث البيئة الاستثمارية والبيئة القانونية. جميل. والبحرين متقدمة كثيرا في هذا المجال، وبالتالي نعم، نحن أنجزنا بناء مبنانا الرئيسي في البحرين. نعم. في منطقة السويفية، وكذلك بدأنا عملية نقل
بعض النشاطات الدولية وبالذات النشاط الملكية الفكرية اللي هو النشاط الشركة العالمية الأولى في العالم. جميل. هذا المؤتمر كيف يساهم في تطوير مجال تقنية المعلومات بالنسبة للدول العربية؟ هذا المؤتمر له جانبين. الجانب الأول أنه هو الاجتماع السنوي لاتحاد جمعيات التقنية المعلومات في الوطن العربي اللي هو اسمه إجمع. نعم. والذي أتشرف بأنني أنا جمعته في اجتماعه التأسيسي. جميل. في الأردن البلد العزيز وبلدي ووطني. وعندما أقول أنا أنتقل بحرين فنحن الأردن يفتخر بأن ينقل أبناءه ونشاطاته إلى الدول العربية والعالم. فهذا الاجتماع هو للجمعيات العربية لتنسيق المواقف وتبادل المعلومات والخبرات، وأيضا هو لقاء بين صانعي تقنية المعلومات ومستخدميها في المنطقة العربية مع بعض التدخل المشاركات الدولية. إنما هو مهم لبحث آخر وأحدث ما تحصل في العالم. أنا هذا أردت هذا العام في كلمتي أن أنقل نقلة نوعية من الحديث عن ما هو أحدث شيء في العالم إلى ما هو قادم. وناديت بتأسيس منتدى عربي لبحث مستقبل تقنية المعلومات والاتصالات في العالم، لنكون جزء من صناعة المستقبل وليس فقط من مستخدمي التقنية. جميل.